يلا سلام عليكم. لحظه شيخي يا جماعه، بكره بعد صلاه العشاء الاجتماع عندي بالمكتب مشان نحل قصه هالاثنين اذا الله راد. يلا سلام عليكم. يلا مع السلامه. عزمي بيك، عزمي بيك. امور مختار، بدي اقول لك شغله. الحرمه صاحبه البيت اجت لعندي وحكت معي وفهمت منها انه بدها تنهي البيعه بينك وبينها. هالحكي ما بيجوز يا ابو حكمات. الرجال هو اللي عرفنا عليها وفرجانا البيت، ما بيسوى اللف من وراء. وانا قلت لها نفس الحكي، بس هي قالت لي ما راح تاكل حقه عليه. لكان شو بدها؟ والله ما بعرف، بس فهمت منها انها مو مرتاحه لابو رؤوف. هو شلون مسموعياته؟ ملعب سفنجي؟ والله انا كل معلوماتي ما فيها شيء ابصر. اخي انا كل هالحركات ما بحبها. انت نوب عني بكل شيء. لا الله يخليك، رجتني كثير كثير، فقلت لها تعي لعندي على المكتب. فقال لي انت اي وقت بدك حتى تكون موجوده. والله ما بعرف، يعني ضروري اجي؟ ضروري، بلكي في مشكله مشان البيت. ماشي، بكره الساعه 12 الظهر بكون عندك ان شاء الله. ماشي الحال. ومشان سعيد افندي راح خلي ام حكمه تروح لعند اختها ام رأفت، بعدين انتم بعتوا خبر للمعلمه. مو معقولة يروحوا لعندها وما يلاقوها. هي بسيطة، المعلمة بكرة جاي لعنا وبخلي البنات يخبروها. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. مع السلامة. أنا أبو رؤوف. خير أخي أبو رؤوف. ليش امبارح ما جيتي لعندي على الدكان؟ ما صار لي، بدك ما تآخذني. هلا أنتوا بدكم تبيعوا ولا ما بدكم تبيعوا؟ بدنا نبيع. لكن إمتى بدك تجي لعندي على الدكان؟ طول بالك علي شوي. يعني قد إيه؟ هاليومين. أنا عم بشتغل لمصلحتك، أنتِ ما عم تفهمي علي. الله يعطيك العافية، وعمولتك محفوظة، والله العظيم محفوظة. لك يا أم رياض أنا ما بدي عمولة، أنا عم بشتغل كرمال خاطري. طيب، يعطيك العافية، الله معك. يلا خاطري. قولي على عيونك شو غليظ، يبلاك مقتلك. اسمعيني منيح يا أبي. انتي ما بدك مين يقول لك انه الجواز سنة الحياة، بس لازم تعرفي انه مو انا الاب اللي ممكن يجوز بنته بدون ما ياخذ رعيه. بقى حكيني بصراحة، اذا هذا الشاب مصطفى ما بدك اياه قولي لي لاعتذر منه. انا ما قلت ما بدي اياه يا بي. شوفي بنتي، الأب بيفرح لما بيجوز بنته. صحيح لما بتطلع من البيت بتاخد معها شقفة من قلبه، بس بيكون عم يعزي حاله إنه بكرة بترجع هي وولادها وبيعبوا هالبيت بضحكاتهم وصريخهم، وهيك بيعيش الأب مبسوط لآخر يوم بعمره. أنا بدي تقولي لي أنت موافقة ولا لا؟ اللي بتشوفه مناسب يا بي انا بعمله. لا مال، اللي بتشوفيه انت موافقه؟ ان شاء الله الف مبروك يا بي.
عم يا ابو الاس. ايوه. عاوزك شوي بالله. ايه جاي. ليك حكم ما في لا شاي ولا قهوه ولا فضيلك. يعني على اساس انا اللي فضيله؟ لك عن شو جابك؟ الوالد عاوزك. في حدا عندكم توفى؟ استغفر الله العظيم، فال الله ولا فالك يا زلمه، لك ما في على لسانك غير سيره الموت انت. طيب شو بده الوالد لكون؟ عاوزك هو ومجلس الحاره بعد صلاه العشاء عنا بالمكتب. الي انا؟ لك ايه لك انت، صاير مهم لك ابو القاس، العالم عم تجتمع من شانها. حكم لا تختل علي، لا تمزحها. هلا لا تسلبها وما عم بمزح معك، واللي قلت لك يا هو الصح. وين شردت؟ خاطره. لا لا استنى شوي، شوفي. شو بيعرفني شوفي؟ هلا ليك بحياة الغوالي، قل لي شوفي. هلا يمكن مشان ابو معروف، بدهم يعرفوا شوفوا بينك وبينه. ماشي. هذا بده يفضح حاله الظاهر، انا ما كنت بدي افضحه. ماشي، قول للوالد بيجي لعنده المسؤوليات. ماشي يلا، خاطرة. مع السلامة. دير بالك يشنوك ها؟ ماشي يا كالحوسي. ماشي. ولما يملك كل عضوات الحارة، أنا بدبرك. وين كنا؟ خير أخي، شو بدك؟ عفواً بدي بس صاحبة البيت أم رياض. أنا صاحبة البيت أم رياض. أنا حكمت ابنه المختار، بقول لك الوالد إنه الساعة 12 حيكون عنده عزمة بيك. كتر خيرك وخيره، رح كون على الوقت إذا الله راد. إن شاء الله. يعطيك العافية. أنا اليوم بعد العصر بدي أجي أنا والست أم حكمت نحكي كم كلمة مع الوالدة. نحن عم نتغلظ عليكي ما هيك؟ بالعكس، إن شاء الله ألف مبروك وتتهني، والله فرحانة لك كثير. الله يخلي لنا إياكي يا رب. البنات فوق ناطريني. يلا أنا بالإذن. إذنك معي. صباح الخير. أهلين أختي، صباح النور. مري. مختارني أنا أم رياض صاحبة البيت. بعثت لي خبر مشان عزمي بيك مثل ما خبرني المحروس الله يخلي لك إياه. إيه هلا بيجي عزمي بيك. امبارحة شفته وحكيت معه. وقال لك جاي؟ ايه نعم جاي. تفضلي تفضلي استريحي. الله يزيد فضلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلين عزمي بيك. أختي أم رياض حابة تشوفك لوحدك. أنا واصل مشوار صغير وراجع. لا تروح استناني ها عاوزك. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. استريح عزمي بيك تفضل. إيه أختي شو لازمك؟ أنا جوزي أعطاك عمره من 6 شهور. الله يرحمه ويجعلها خاتمة الأحزان. الحمد لله على كل حال. وعندي بنت وصبي البركة، الله يخلي لك اللي عندك. يخلي لك اياهم وتفرحي فيهم، بس ما قلتي لي شو لازمك. أنا صحيح مو من حارتكم، بس بسمع عنك من الدراويش، والدراويش بيحكوا لبعضهم. الله يديمك لهالناس ويتمم عليك. هذا واجبنا أختي. قد ايه بدك؟ لا عزمي بهيك أنا ما بدي منك مصاري. لكان شو بدك؟ أنا بدي إياك أنت. شو؟ إيه أنا بدي إياك توقف معي وتكون جنبي كرمال الله. لا تخلي الناس يتمادوا علي. خلاص اتركي عنوانك عند المختار وانا ببعث لك اللي الله بيقدرني عليه. انا ما بدي منك مساعده، انا بشتغل خياطه والحمد لله الله كافيه، ما بدي منك مصاري قلت لك. شو بدك؟ تناوق علي.
يطعمك زيارة النبي. تناوق فيني. لا تهرب مني. لا تخاف. العين مغرفة الكلام. إذا ما طلعت فيني ما رح تصدقني. طلع بوشي. طلع بعيوني. العيون ما بتكذب. أكبر من هيك بالعمر. لهيك عم قلك بدي اياك تكون معي. بدي رجال مثلك له قيمة كبيرة. سند لإلي بهالعمر. لما حط راسي على المخدة بالليل ما خاف من تاني يوم. وبعدك ما حدا رح يعرف. سرك كبير وإن شاء الله بموت إذا بيوم من الأيام بضايقك. بس خليك معي. ما بقدر. بتقدر. انت اللي بتقدر. فكر فيني. بنوبك ثوابي. امبارح اول ما شفتك حليم الله ما بعرف شو صار فيني. حسيت خلص اختي. اتركي عنوانك وبيوصلك اللي الله بيقدرني عليه. انا عايشه عند حماتي اذا بدك تبعت لي شيء. وبكره الساعه 12:30 بكون بالبيت يلي شفته. يلا بخاطرك. شكرا مختار. أهلين أختي. خبروني بالمصلحة أنه شغلي حيصير بالليل ونام بالنهار مؤقتا لبين ما يلاقوا حدا بدالي. مو صعبة هالشغلة لك أخي. والله صعبة. مو صعبة ولا بطيخ. بتنام هنيك خالي؟ هو في منام هنيك بس أنا بدي نام هون عشان هون أنضف لي وأريح لي. تقبرني أنت عمال اللي بيريحك. عرفت؟ ولا تهكل الهمنا ابدا. ها البيت بيتك ونحن بخدامتك. عيشت الشغل بالصحاري ما عاد بدي اياها. هون انظف واريح. خالي بين ما خلص اكلي قومي صابي لنا كاس شاي. ايه بامرك خالي. بس كان بدي اسالك امتى رح تبدا بهالشغله؟ وليه عم تسالي؟ لا خالي مشان حضر لك اللي بيلزمك. ما بيلزمني شيء. من بكره رح ابدا. همني عيوني. كأنه الأكل معاجبك ابن عمي. ما انتبهت شو قلتي؟ ليكون الأكل مو طيب. شايفتك مالك نفس. لا طيب. الله يديم نعمة. آمين. كان شبك متضايق. عم يجعك شي؟ عم فكر بالبيت اللي أخذناه لرأفت بيزبط ولا لا؟ بلا إذا كان مضايقك. ليش ما بنستنى رأفت؟ بركي هو أصلا ما عجبه. ما بيصير. نحن عطيناهم كلمة للجماعة وعيب نتراجع. ما بدها هالهم كله. حملها زيادة مشان صحتها. تناوق علي. يطعمك زيارة النبي. تناوق فيني. لا تهرب مني. لا تخاف. العين مغرفة الكلام. إذا ما طلعت فيني ما رح تصدقني. طلع بوشي. طلع بعيوني. العيون ما بتكذب.
بدك تطول بالك لك شريف على الرجعة. شن بدهم يقولوا منين على غفلة جاب كل هالمصاري؟ لازم لاقي لي شي شروة عملة غطي فيها خصوصي قدام أبي، شنو بيضل بالسين والجيم لينخر البدن تبع مني، بعدين يمكن يصير حوالي شك. وبعدين بقى جاي دق بابك يا عزمي المنزع وتستقبلني وتحترمني غصبا عنك. ولازم يصير اسمي شريف بيك، لك ما حدا أحسن من حدا. شريف بيك جوز بنته العزمي بيك. راجع لكم يا اولاد الكلب، راجع لكم، راجع. يعني بيني وبينكم معه حق وما معه حق. شلون هاي سعيد افندي؟ وقت رحنا زرناه انا ابو حكمار كان معنا ابو الاس، بس شافوا ابو معروف ما بعرف شو صار له، تلبلا والله اللي حيموت، ارتعبنا عليه كثير، بس كمان ما معه حق، يعني طخينه. لا عزمي بهيك انا ما بدي منك مصاري. كان شو بدك؟ انا بدي اياك انت تنوم علي. يطعمك زيارة النبي، تنوم فيني. لا تهرب مني، لا تخاف، العين مغرفة الكلام. اذا ما طلعت فيني ما رح تصدقني. طلع بوشي، طلع بعيوني، العيون ما بتكذب. واحد بده يطلع واحد من الحارة؟ اي ما بتصير هي القصة، بس في بيناتهم مشكلة كبيرة اكيد لازم نعرفها. مزبوط، لازم نعرفها يا جماعة. مهما كان السبب لازم نحلها بيناتهم، هدول اولاد حارتنا، ما هيك عزمي بيك؟ عفوا بشو؟ يلي عم اقوله. لا تؤخذوني يا جماعة، والله أنا كنت شارد شوي. إن شاء الله ما عاد بسيطة. كنت عم أقول إنه أبو معروف وصياح أولاد حارتنا ولازم نحلها بيناتهم. إيه أكيد، وإلا ما في لزوم نجتمع أصلاً. هلا كل حكينا ما له معنى حتى نفهم السبب من صياح أفندي. إيه هذا هو الحكي المزبوط. عزمي بيه شبك مالك رايق؟ لا والله ما في شيء، بس هيك شغلة صغيرة شغلة بالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ناوى كرسي وعود مواجهي هون. امرك مختار يا كريم. لا تواخذونا يا جماعه. اي سيدي، شو في بينك وبين ابو معروف؟ ما في شيء. شلون ما في شيء؟ شلون عامل فيك معروض بده يطالعك من الحاره وبتقلي ما في شيء كمان؟ لا يا سيدي في شيء، قلي لشوف شو في بينك وبينه. يعني ليش لحتى يقلعني برات الحاره؟ كله منام وحكينا له اياه. لا يا سيدي، الحكايه مو حكايه منام، الحكايه اكبر من منام، اكيد في شيء بينك وبينه. طيب اسالوا له، ليش عم تسالوني ليه؟ سالته ما قال شيء، ومعقول يكون ما في شيء ويقدم هو هالمعروض هاد؟ قلي لشوف بقى. خلاص لكم اتركوه يعمل اللي بده اياه، أنا إلي رب العالمين. صياح أفندي، حكيك في وراء حكي، بقى قلنا شو القصة لحتى نقدر نحلها. وحياة عيوني، وحياة عيوني، ما في شي بيني وبينه، ولا تحركشته ولا تعديت على جيهه، كل اللي حكيت له يا منام، يعني قربت له بعدت له، في شغل بيني وبينه ليفهم ليتذكر أي الحكاية كلها. يا أبو الأس الله يرضى عليك، يعني هاي القصة فينا نسمعها منك ولا ما فينا نسمعها نحنا؟ لك أخي احكي، قول شو في؟ رسينا على بر؟ هلا في حسبة بيني وبينه من يوم ما الله يرحمه أبوه توفى. الله يرحمه. وشو هي الحسبة؟ والله العظيم الواحد عيب يحكي، بس إشكون بدي يعلقني برات الحارة؟ لا بدي أحكي، إيه بدي أحكي وأقول. أخي احكي، نحن هذا اللي بدنا إياه حتى نقدر نحل هالمشكلة بيناتكم. هذا يا سيدي يوم توفى أبوه الله يرحمه إجا لعندي وقال لي مرحبا يا أبو الأس البرزاوي، قلت له أهلاً، قال لي بدي إياك تركز لي، جنازة أبي أحلى تركيزة، من التغسيل للطلعة للدفن، قلت له ماشي الحال، وأنا بعرفه لأبو معروف، يعني إيده ماسكة.
بس بدوك الظرف لا قلنا ايه ولا قلنا لا، ركضنا بايدينا ورجلينا وطلعت له جنازة ابوه احلى طلعة. قلنا لحولنا بعد الاربعين تبع ابوه نحكي مشون التكاليف، ولما خلص الاربعين رحنا لعنده مرحبا بمعروف اهلا اهلين، قلنا له قلنا معك كذا وكذا او على قال يا بكرة ونغمي ياخدني ونغمي يجيبني. بالاخير مسكني بالطريق وقال لي تعال هون انت شو بدك مني اديلك معي ضيقت لي اخلاقي. قلنا له يا ابو معروف قلنا معك 15 ورقة. قام مسك هيك سبع ورقات وشلحهم بوشي وقال لي يلا ما بدي شوف وشك اللي من هاي القرنة والله ما شوفك هون لا اعمل لك اطرني. قلنا له لا لا يا ابو معروف انا دافع اربع تفوف قص واربع زلم لحتى يحملوهم، هذا غير التغسيل والتكفين والتعطير والتنزيل والدفن واللي منه. قام قال لي هود الموجود عجبك عجبك ما عجبك هوتون. قلنا له لا ناخذهم. اخذنا السبع ورقات قلنا له يا ابو معروف بينا بزمتك اديت من ورقات. قال لي رومن هان رومن هان وحكولكم كوم كلمي حاشاكم وحاش السمعين لا بتنقال لا بالحلال ولا بالحرام ودور ظهر وراح. ومن يوميها من له صباح الخير مساء الخير فوت اشرب لك فنجان قهوة مرة يعني كاشاي انه يتذكر مو رضيان يتذكر. قوم سحكت له هداك المنام. وشو هو هالمنام احكي لنا يا نشو. والله يا مختار يعني هو شلون بدي اقول لك، كاشت صور براسي حطيتهم ورزقتهم مع بعض وقلت له منام، لا شفنا منام ولا شفنا سخام. بس منام قتولي، بس ان شاء الله ما يصير معنا مثل ما صار معه. هلا قلت له شفت ابي وابوك بالدفن وابي ماسك ابوك من خوانيقه وعم يقول له اشفال حشمي اللي عليك اطفال الحشمة اللي عليك وانا وياك واقفين عم نتفرج عليهم. قوم شو عمل ابوك؟ مد ايده على جهة الكفن تبعه وطالع صورتك وعطوها لابي، وابي شو عمل؟ عطوني اياها قمت تنوقت عليها هيك قمت شفت شو؟ شفتك انت شفتك انت بالظبط. قلت لك يا حيف عليك يا حيف عليك يا ابو معروف شلون واقف هيك بظلت ربك؟ قمت انت شو عملت؟ مديت ايدك على جهتك وطلعت من ورقات وعطيتني اياهم قلت لي تناوق هلا على الصوره وتناوقت على الصوره شفتك لابس يعني كنك عريس. يا ترى شو تفسير هذا المنام ابو معروف؟ شو رايك بشغلك بالقهوه؟ منشان هيك شباب الحاره عم يلفوا لعندك، منين عم تخترع لهم هالحكايه هي؟ بعدين شو قصه المواويل؟ هلا عم تضرب له مواويل؟ لا مختار يعني شو بدي اقول لك؟ هن هيك تعفيشة كلام حطيتهم مع بعض وغديتهم مشان ذكروا بالدنيا بالآخرة وبأبوه الله يرحمه لأنه كان يدندن على العود. الله يرحمه رحمة الله عليه. وشو هي الغنية؟ لا يعني غنية مو غنية غنية بس يعني هيك شغلة دندنت لحولي. طيب في مجال تسمعنا شيء منها؟ سمعنا يا ايه على حب الله سمعنا شقفة. والله صوتي يعني شو بدي اقول لكم خجلونا مو حلو. ايه معنى شيء يلا مو كنت اقول له طاسة نحاس للفقير طاسة فضة للأمير طاسة نحاس للفقير طاسة فضة للأمير كالحوس ماله طاسة كالحوس ماله طاسة فاتحة وضربة تفكير فاتحة وضربة. شو قالك يا صياح شو قالك بيطلع معك؟ والله على عشرة مروان يا درسان صار عم يطلع معك شغلات ظريفة يا هذا من الثمان ورقات اللي لي هون معاه. لا تاكل هم وحياة عيونك لا يوصلك حقك على دوز بارا، لما بتسمع انه مغسل ما بيتهيأ لك انه ظريف كل هالقد. علي ما علي ضحكني اكثر من كراكوز وعواز. صياح افندي ولا يهمك حقك رح يوصلك، بس بدي اطلب منك شغله لا بقى تتعاطى معه نهائيا، لا تسمعوا اي كلام ولا تسمعوا اي مواويل. شو؟ أمرك مختارنا، أنت مختارنا وأوامرك على رأسنا، وأنا لا يعني روح ولا شو؟ حابب تضل يا ميت أهلا وسهلا،
حابب تروح على راحتك كمان. الله يخلينا يكون. لكون انا اسمحوا لي بخاف حدا يتوفى على غفله ويشوفوا الحنوت فاضي، لازم كون هنيك. يلا يا ودي، يلا السلام عليكم. والله ظريف يا ابو العاز. والله ظريف ودرويش، بس الحال على قده. ولا يهمكم، بصير خير ان شاء الله. سبحان الله كيف القلب على القلب. كل يوم كنت عم فكر شلون بدي حاكيك وقول لك انه في خيط بين قلبي وقلبك ما حدا شايفه غيري، لحد ما طيرت لي اعلي لما قلت لي انه في مكتوب بقلب كيس البرغل، وهون تأكدت انك انت شايفه كمان. الوالده هون؟ ايه بالمطبخ. طيب انت بتعرفي تقري؟ انا بلا بعرف. ايه ليكي، انا حطيت لك مكتوب بكيس البرغل، قري بس امانه ما حدا يعرف، واذا مالك موافقه احرقي وانسي انك شفتيني. بس والله العظيم انا نيتي شريفه. في جنبنا هاي الخرابة، بس كيف اجت ببالي هالفكرة ما بعرف. يمكن قد ما حسيتك شام وأصيل وآخذ كتير من اسمك، يا ترى شو بده يصير معنا؟ أنا عم أدعي، أنت كمان أدعي. حقلك مع السلامة، قلبي تركته معك كتير بالك عليه. نايمة عمي. الله ينعم عليك عمي. الله يسلم الديار. شكرا عمي. الله معك. صباح الخير سعيد أفندي. أهلين وسهلين. أهلين أبو حكمات. تفضلوا سيدي. لا شكرا، كلمتين على الماشي. مو سيدي اطمن، الجماعة جاهزين وموضوعك منتهيه. الله يخلينا ياكم يا رب. قلي لشوف. نعم. قايم لك شي قرشين مشان الملبس والمتقدم؟ معلوم لك، معلوم لك. بعتكم شي مبلغ للجماعة مشان يضبطوا أمورهم. وإيدك على قرشين مشان الخواتم. بس يعني أبو حكمات، نحن ما بدنا نجيب قياس أصبعتها بالأول. لا قياس مو مشكلة، المهم الأمك حبيبي. والله موجود من خير الله وخيركم، موجود كل شيء. لك خلاص نبعت ومنجيب القياس، وبكره بننزل على سوق الصاغه انا وانت وبنشتري الخواتم. بس يعني لا تبسبس ولا تنوي، انت موكلنا مو هيك؟ مزبوط مزبوط، انتوا القايلين الشايلين. خلاص بكره بننزل على الصاغه انا وانت. عمرك سيدي انا من ايدكم هي لايدكم هي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ابو حكمات. جواد يا جواد. أهلين عزمي بيك، أمرني. بعت لي جواد الله يرضى عليك. على عيني. أمرني عزمي بيك. بدي روح أنا وياك مشوار. إيه بأمرك، تفضل. هذا هو البيت. حتستناني عزمي بيك؟ لا بس تخلص بتلاقيني بالجامعة.
في أمرك. مين؟ أنا من طرف عزمي بيك اللي بيشتري بيت. خير أخي؟ شو بدك؟ عزمي بيك عم يسأل شو لازمك مساعدة لحتى أجيب لك إياها؟ مو لازمني شي، وقل له لعزمي بيك الله يديمك للناس المحتاجة. يا أختي لا تستحي، عزمي بيك بيساعد ناس كتير، إذا لازمك شي قولي وأنا بخدمتك. بعرف أخي بعرف، بس أعتاز بقلكم سلم عليه قل له أم رياض بتقلك كتر خيرك إنك تذكرتها. لك ما بدك، خاطري. الله معك. هيك قالت لك؟ اي والله. الله يهديك يا ابو حكمت، معناتها فهمان عليها غلط. يبدو هيك، مع انه انا كركت عليها كثير بس هي ما رضيت. على راحتها، الله لا يحيشها لحدا. يلا عمي انت تيسر هلا بيستعواك ابوك. يلا يا رب. عمي جواد هذا اللي صار ما بدي حدا يدري فيه. اكيد ما حقول لحدا نهائيا. بالاذن. الله معك. لهيك عم قلك بدي اياك تكون معي، بدي رجال مثلك له قيمة كبيرة، سند لإلي بهالعمر. لما حط راسي على المخدة بالليل ما خاف من تاني يوم، وبوعدك ما حدا رح يعرف، سرك كبير، وإن شاء الله بموت إذا بيوم من الأيام بضايقك. بس خليك معي. يا ساحري وقاتلي وآسري وآسري يا قبلتي ودمعتي وآمري وآمري يا عشق عشقي وشمس شمسي وقمري وقمري يا كل روحي وشفاء جروحي وغايتي وغايتي لقياك أرجو الحنين أبتغي وغيابك يكثر في العيون أدمعي. يا ساحري شو بك تقبر؟ لا ما في شيء، عنا من هي الخلطة اللي بتريح الأعصاب. أي في؟ الله يرضى عليك يخلي فريزة تساوي لي كاسة. على عيني. فريزة؟ نعم ستي. ساوي لسيدك من هاي الخلطة اللي عنا، بتعرفي؟ اي لكن بعرف. اي الله يرضى عليك. اي حاضر. روق تقبرني روق. لا لا رايق ما في شيء. Mm-hmm.
السلام عليكم. أهلين للطوف، أهلين، تفضل. أهلين عم يوناس. شو شايف ما في حدا؟ وين الخلق؟ لك أنت مبكر، هلا ما بشوفه غير سرسة واحدة فتوني. يلا خير إن شاء الله. بدي أسألك. تفضل. أب مزي لساته متضايق من سيرة الكراكون؟ هلا يعني هو متغير علي شوية. أيوه. هيك بدك تقول صاير نقوزي شوي وخوف زيادة. صحيح ما حكى لك شيء عن الحرامي اللي شافه؟ يعني انت اذا حكيت معه بتفهم اذا شاف الحرامي ولا بيعرف شيء عنه. ما بتفهم لانه هو سكران، لا تأيد على كلامه. قصدي على السكره، ما ذكر اسم بالغلط مثلا، لمح لك على شيء حدا؟ هلا انا بصراحه ما حكيت ولا سالت. شو بدي فيه اذا شافه ولا ما شافه؟ يضرب هو وياه. قلتك وانا شو بدي فيه؟ سؤال وخطر ببالي. ولا يهمك. هلا المهم قل لي شلون ابوك وامك واخواتك؟ والله الحمد لله كله بخير. واخوك هذا اللي شوي هيك ترى شلون؟ الحمد لله منيح، بس مسافر هلا. والله مسافر على بيروت، مدري على طرطوس، ملاقي شغل جديد. اخ 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 الحمد لله الحمد لله. هاي شغله بتفرحني، مو مشان شيء، مشان ابوك. لانه الاب لما بشوف واحد من اولاده هيك صايع وضايع قلبه بيحترق وبيصير مثل اللي بالع الموس على الحدين. اي والله. الله يفتح بوشه ورب العالمين هيك يغير من احواله. امين يا رب. امين. هاي ورد الشباب والعياذ بالله. السلام عليكم. هاي لطيف. السلام عليكم. لك شو هاي والعياذ بالله؟ مويب عليك ابو الاس يا شوكي. لك عادي هنيك، عادي هنيك وخراس، انت بالذات خراس. والشباب كمان؟ لا الشباب على راسي، صب شاي. من عيوني. عمي ابو الاس. دشيت معه. شو هذا؟ هي حسبة اب معروف. هذا ايده موسكي دفع يعني. هلا انت شو بدك؟ بدفع ولا ما دفع؟ ما وصل حقك لايده؟ الحمد لله. عمي ابو الاس انت بتعرفه لهذا اللي اسمه الاعجر؟ انا بعرف صاحبه، ما بعرفه هو. يعني ليش عم سال؟ لا بس من كام يوم شفت واحد وكنت حاط على انا وياه، اظنه هو الاعجر. هاي شو عرفك انه هو الاعجر؟ هيك حكى لي عليه كم شيء وهيك انت وصفت لي اياه. شو بدك فيه؟ ما لك مصلحه تقلق معه. لا يا ابو الاس. شو مالي معبي بعينك؟ لك انا مو قصدي هيك، يعني قصدي انه هو راسه يابس وكل الوقت بمشاكل، وزلمه ما بيخاف، بعدين قلبه مثل الصواني. شلون يعني قلبه مثل الصواني يا عمي ابو الاس؟ يا سيدي صاحبي حكى لي حكايه عنه، يعني شغله بتوقف القلب. ايوه حبكت مع ابو الاس. انت خراس، هلا هذا الزلمه اذا حكى انا ما عاد احكيها. سكرت امك بالبول، خلص طبعا. ايه؟ خلص خلص. هذا يا سيدي صاحبي مرة قال لي حكاية عن مين؟ عن الأعجار.